بنجدد لكم التحية مرة تانية مشاهدينا، ولازلنا معكم على شاشة النهار اليوم في تغطية حية ومباشرة لفعاليات اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس نواب مصر 2015. دايما مشاهدينا بنعمل على نقل العديد من الآراء ونقل الصورة الحية من مختلف المحافظات في يعني هذه التغطية، واسمحوا لي في هذه الفترة أن يعني أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة شهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام لاتحاد الفلاحين. حضرتك منورانا يا فندم. ميرسي، ألف شكر، أهلا بحضرتك. اسمحوا لي مشاهدينا قبل أن يعني نبدأ مناقشتنا حول هذا اليوم وفعالياته والبرلمان وما ينتظره المصريون من هذا البرلمان، أن أشير إلى هذا العاجل بأن الخارجية المصرية أعلنت مشاركة القاهرة في مؤتمر فيينا حول سوريا، وأن وزير الخارجية سيتوجه إلى فيينا غدا بإذن الله. نعود للداخل والانتخابات وهي يعني مجريات الأمور حول الانتخابات. أستاذ شهندة، يعني من مشاهدتك للأيام الأول والثاني في المرحلة الأولى والأول والثاني اللي احنا بنعيشه دلوقتي في مرحلة الإعادة، الملاحظ هو ضعف الإقبال أو أنه متواضع من جانب الناخبين. الحالة السياسية إيه، أو كيف نوصف الحالة السياسية اللي دفعت بينا للمشهد ده؟ الأول أنا عايزة أقول إن الخبر اللي حضرتك زعتيه دلوقتي أنا سعيدة بيه جدا، متعلق بمشاركة مصر. أيوة طبعا، لأن مصر فيينا لازم تكون في هذا الإطار، وده مكانها الطبيعي ومن الأول، فأنا سعيدة بيه قوي. بالنسبة للانتخابات قضية المشهد السياسي أو الضعف اللي احنا بنتكلم عليها طوال الفترة من أول الانتخابات، بدء الانتخابات لحد الآن، أنا دخلت 3 معارك انتخابية، 2 في عهد رئيس السادات وواحدة في عهد حسني مبارك. نسبة المشاركة الحقيقية والفعلية في هذه الانتخابات لا تتجاوز من 8-10%. ولما كنا بنقول للمندوبين بتوعنا في اللجان أقول لهم، نقول لهم اقعدوا، وأهم حاجة تقعد تحصر مين اللي حضر ومين اللي حضرش، لأن هو ده اللي في الآخر هيحدد التصويت. طبعا هو ما كانش بيمكنه أي مندوب من الاستمرار عشان ما تحصرش النسبة ويخرجوا المندوبين، وبعدين باقي على النسبة أخرى، باقي الأوراق الخاصة بالناخبين بيتم تسويدها لصالح المرشحين للحزب الحاكم، فده اللي كان سائد في الماضي. طبعا الطفرة اللي حصلت بعد ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو دي طفرة كانت في حالة نهوض ثوري، والشعب كان حاسس بخطر ومخاطر شديدة على البلد وعلى الوطن، سواء في الأولى أو في الثانية، فكان يعني اندفاعه إلى صناديق الانتخاب لأن الشعب عنده فطرة سليمة، فاندفاعه لصناديق الانتخاب لأنه كان كمان يصد الهجمة، في حاسس بأن في هجمة على البلد فبيصدها. ولما تمكن من هذا ابتدى يعني ايه يحسب المسائل. كمان في نقطة تانية اللي أنا عايزة أقولها، اللجنة العليا للانتخابات عقدت تماما عملية التصويت على حتى على المثقفين وحتى على المتعلمين وحتى فما بالك على الشعب. عقدتها بأي شكل؟ إنها بقت عملية مربكة جدا، تنتخب قايمة وتنتخب فردي وتنتخب 2، ولو ما انتخبتش ده هيبقى، وده بيعكس ده حقيقة إن في فعلا أصوات يعني مهدرة؟ مهدرة كتير جدا جدا، لأن يعني أنا مش عارف أنا هعمل إيه، مش عارف العملية اللي تدخل، مش عارف يعمل إيه، وإذا حد تدخل يبقى تدخل في الانتخابات وهو إلى آخره، فكانوا الناس بتعمل بقى أي حاجة. فدي يعني لازم نتعامل مع الواقع بقى. أنا شخصيا أنا كنت عايزة اللي كان يعنيني في المقام الأول إن تجري الانتخابات. ليه؟ لأن هذا هو الاستحقاق الأخير اللي هيبطل كل حجج عند أي حد. وبعدين الرئيس تنو يتحمل المرحلة الماضية، فخلي القوى السياسية في البرلمان تتحمل هذه المسؤولية معاه، لأن هو بيقول لهم انا عاوز يعني انا مش هعمل لوحدي حاجه، اعملوا معايا، فمحدش بيعمل حاجه الحقيقه. فهنا لما انا اعمل برلمان يبقى هشركه
في تحمل المسؤولية. طب اسمحي لي استاذة شاهندة، يعني مع يعني ما اشرنا اليه من ضعف المشاركة مع ضرورة وجود او يعني تأكيد السلطة الحالية لضرورة وجود البرلمان كسلطة يعني تشريعية ومراقبة للسلطة التنفيذية، المشهد ده مش بيؤثر على رؤيتي انا كمواطن عادي لجدوى البرلمان؟ اسمحي لي اخذ من حضرتك يعني الاجابه على هذا السؤال، ولكن في يعني متابعتنا الحيه نتوجه للزميل كريم الشيخ في الفيوم ليطلعنا على فعاليات اليوم الثاني لجوله الاعاده في محافظه الفيوم. اليك كريم. نعم مروة، يعني بالفعل محافظة الفيوم بتشهد من الساعات الأولى من صباح اليوم يعني إقبال ملحوظ نسبيا، يعني ربما يكون ضعيف ولكن هناك تواجد للمواطنين بيتوافدوا على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وتحديدا في لجان السيدات. على مدار اليوم هنا في محافظة الفيوم رصدنا مشهدين، المشهد الأول أثناء دخول سيدة بالمدرسة المتواجد فيها الآن مدرسة الفيوم الثانوية بنات، قامت سيدة تابعة لمندوب بتوجيهها للإدلاء بصوتها لصالح أحد المرشحين وهو ما رفضته الناخبة وطلبت الشرطة بالتدخل، لكن الشرطة طلبت منها أن تتوجه للقاضي، القاضي طلب منها أن يقوموا بإخلاء المنطقة من الوكلاء الزائرين، ولكن مع التواجد المندوبين الدائمين داخل اللجان بعدما خرجت هذه السيدة خارج المدرسة نشبت مشاجرة كبيرة جدا، على إثرها حضرت قوات من المباحث وقامت بإجلاء المنطقة تماما من المواطنين المتواجدين أمام المدرسة. فيما عدا ذلك رصدنا مشهد آخر بمركز سنورس بقرية مدرسة مطرطاس، وفي هذه القرية نشبت أيضا مشادة كلامية بين أحد القضاة والمستشارين، على إثرها توقف التصويت لتقريبا ساعتين من الساعة 9 وحتى 11 صباحا، بعدها استمر التصويت مرة أخرى، ولكن هذه المشادة كان سببها هو محاولة دخول المستشار المدرسة بسيارته وهو ما رفضه الضابط المسؤول عن تأمين المدرسة. معنا للتعرف والحديث أكثر حول العملية الانتخابية هنا في اللجنة رقم 41 بمدرسة الفيوم المستشار خالد محسن. برحب بحضرتك يا فندم، وعاوزين حضرتك تكلمنا عن الإقبال، يعني كيف تراه اليوم مقارنة بالأمس؟ النهاردة الإقبال أكتر شوية من امبارح، إن امبارح كان عندنا إجمالي الناخبين هنا في اللجنة المقيدين في اللجنة 2169، كان امبارح قفلنا على 157 ناخب، تقريبا من الصبح لغاية دلوقتي جاي حوالي 70 ناخب، فالإقبال أحسن شوية من امبارح. يعني ساعة الظهيرة تحديدا بيبقى الإقبال بدأ يقل، ولكن أنا ملاحظ حتى اللحظة تقريبا دخلنا واحدة يعني بعد الواحدة ظهرا لازال بيتوافد عدد من المواطنين بالمقارنة بالأمس كان الوقت ده. هو امبارح كان الإقبال خفيف جدا لغاية بعد الساعة 5، يعني معظم الأصوات جاية بعد الساعة 5، يعني امبارح كان لغاية الساعة 5 تقريبا حوالي 70 صوت، الحاجة و 80 صوت جم بعد الساعة 5. طيب اجراء زي اللي تم من شويه من احد يعني مندوبه عن المرشح، كيفيه التعامل معه ودور المستشار في هذا الموقف ماذا؟ في حاله وجود شكوى بدعايه انتخابيه بره اللجنه احنا بنوجه القائد القوات اللي بره ان هو بيعمل لها محضر ويتحفظ عليها وبيسلمها للاسم. لكن انتوا بدوركم ما بتقوموش بعمل محضر؟ لا، هو ده دور الامن بره، ده دور الامن بره، لكن انا مسؤوليتي اللجنه وجمعيه الانتخاب بتاعتي اللي هي حدود اللجنه بتاعتي. ماذا لو حضرت سيده كما رايت منذ قليل سيده منتقبه، ايه الدور اللي بتقوموا بيه كلجنه مع هذه؟ هي اللجنه العليا مخصصه في كل لجنه فرعيه موظفه موجوده عضوه في اللجنه بتكشف عن شخصيه المنتقبات وبتشوفهم وتتعرف عليهم، وبعدين بتقول لي ان هي مطابقه الصوره مطابقه اللي في البطاقه، وبالتالي بنديها نخليها تنتخب. الحبر الفسفوري ايضا لاحظت ارتدائها لقفاز، يعني التعامل مع هذا بتجبر على خلعه و طبعا الحبر الفسفوري لازم تحط صباعها في الحبر الفسفوري.
بشكرك المستشار خالد محسن رئيس اللجنة الفرعية رقم 41 بمدرسة الفيوم. ويعني كما لاحظت مروة أو كما رصدنا أن الإقبال ربما يكون اليوم في محافظة الفيوم تحديدا أكثر بقليل عن يوم أمس، هناك إقبال ملحوظ ولكن الإقبال بطبيعة الحال ضعيف. نعم شكرا جزيلا لك كريم الشيخ، كنت معنا مباشرة من الفيوم. أستاذة شهندة، يعني اللي كريم قاله يمكن في بداية رسالته لينا بيعكس سوء سلوك من جانب بعض الأفراد، مش المفروض أو المفروض أن هو يعني يتصلح عشان تتصلح حاجات كتيرة، بس مش مجرد الإدلاء بالأصوات. ده صحيح يعني. لأن الظاهرة دي كانت بتبقى بشعة أمام اللجان في الخارج في الفترة الماضية، حتى بعد ثورة 25 يناير الأول الانتخابات اتعملت، كانت لجان الإخوان بتبقى قاعدة برة بالجهاز باللابتوب وهي اللي بتسيطر على العملية الانتخابية من أولها لآخرها، من أول أنها تديله الرقم ومن أول أنها يخش، ودي كانت فعلا ظاهرة مؤثرة جدا أو محبطة أو مؤثرة في عملية الانتخاب. فانتفاءها وإنها حالة واحدة أو حالتين، أو هو الملاحظ فعلا أن الأمن يعني أحكم النظام في داخل اللجان، ودي أفضل حاجة ودي أفضل مرة أنا في تقديري انتخابات بتتم فيها. إحنا بنبقى سنة أولى ديمقراطية لأول مرة بجد الشعب النهاردة هيتعلم، بعد كده هيثق في صوته هيبقى له قيمة. هو النهاردة قاعد بيرقب وقاعد بيبص وبيشوف لحد ما يختبر البرلمان اللي جاي. البرلمان اللي جاي ده أنا رأيي إنه هو يعني أو الانتخابات دي عملت انكشاف لكل القوى السياسية، يعني لكلنا كلنا لحالة الواقع كشفت السياسي، كشفت لنا حقائق يعني تزعل كل الواقع السياسي تزعل. معلش بس أنت لما تعرفي الحقيقة هتقدري تعالجي. فإحنا كنا عايشين في وهم أوهام كثيرة جدا الشعب كان عايش فيها، وبعدين هو كمان ده أفقده الثقة في كل حاجة. طب إيه فندم أهم يعني ما كشف عنه هذه المرحلة ومحتاج معالجة سريعة؟ ضعف القوى السياسية المصرية في على أرض الواقع. هي من الممكن أنها تكون بتحمل أفكار جميلة جدا ورائعة جدا وحالمة جدا، لكنها ما هياش مؤثرة في مجرى الحركة الواقعية في الريف، ملهاش رجلين، مش واقفة. ده بتقصير من أدائها لدورها ولا من وجودها في ظروف ما سمحت لهاش تكون موجودة بقوة؟ شوفي الـ 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 الأحزاب بتتوجد بالصراع، مفيش سلطة بتتخلى عن مكاسبها وعن امتيازاتها بمحض إرادتها. دي حالة صراع، إن في قوة سياسية مش بتتصارع بالكلمات، مش بتتصارع بواقع الحال. يعني أنا لما أقول إن أنا مثلا عيش حرية عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية يعني عمال وفلاحين وطبقة وسط وإلى آخره، أنا في وسطهم حجمي قد إيه، جماهيريتي قد إيه، يعني ممثلة ليهم ولا أنا بس ممثلة ليهم بالكلام لكن مش بواقع، ما بيلاقونيش جنبهم. أنا يعني هي دي أنا رأيي إن القوى السياسية كلها لازم تعيد النظر في تحركها السياسي في المستقبل. يمكن حضرتك أشرت يعني بعض الفئات ومنها العمال والفلاحين اللي هنحتاج يعني شرح بطريقة ما، مشاركتهم جاءت مناسبة ل يعني نسبة تمثيلهم ولا في زعل من جانبهم لخفض نسبة التمثيل؟ ولكن اسمحي لي أيضا أستاذة شهندة يعني نتوجه لمرسى مطروح مع الزميل أحمد عبد الرازق. إليك أحمد لنقل فعاليات اليوم الثاني من جولة الإعادة في مرسى مطروح. مساء الخير مروة، بعد التحية يعني اسمحي لي قبل أن أبدأ في نقل فعاليات اليوم الثاني أن أعرض لبعض تفاصيل اليوم الأول وما دار في اليوم الأول في محافظة مطروح كي نستطيع أن نقرأ ونستنتج ما يمكن أن نتوقعه خلال اليوم الثاني. اليوم الأول بالفعل فتحت اللجان في موعدها تماما، عدا بعض اللجان ربما ثلاثة لجان كانت قد أتى إليها بعض عن طريق الخطأ بعض أوراق الانتخاب الخاصة بمحافظة الجيزة وليس
الثالثة محافظة مرسى مطروح، وتم تدارك الأمر وتم الاستعانة ببعض أوراق الانتخاب من اللجان المجاورة حتى تأتي الأوراق الانتخابية الخاصة بهذه اللجان. داخل اللجان وما يخص العملية التصويتية وبعض المخالفات، يعني شاهدنا ورصدنا بعض المندوبي المرشحين يقومون بتوجيه الناخبين إلى مرشحيهم، وتم التعامل مع الأمر من قبل الشرطة ومن قبل المسؤولين عن هذا الأمر. أيضا بعض الناخبين يقومون بتصوير أنفسهم على طريقة السيلفي مع بطاقة التصويت بعد أن يقوموا بوضع علامة التصويت أمام المرشح الذي يعني ينتخبوه، وهو ما تنافى مع قواعد عملية التصويت، وبالفعل تم ضبطهم وإحالتهم والتعامل معهم وفق القانون. يعني هذا عن بعض المخالفات التي تم رصدها خلال اليوم. أيضا عن ما شاهدناه خلال اليوم، يعني مثلا أجرينا لقاء مع اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، كان لقاء مثمرا تحدث فيه وطمأننا عن عملية التأمين في محافظة مطروح بشكل عام، وهو كان يتجول ورأيناه يتجول وصورناه ويتجول على عدة لجان ومقار ومراكز انتخابية. أيضا التقينا اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة رئيس أركان المنطقة العسكرية الغربية، وكان يتفقد هو وبعض القادة أيضا عملية سير الانتخاب وتأمين الانتخابات في معظم المقار واللجان الانتخابية بمحافظة مطروح. أيضا على مدار اليوم التقينا عدد من البعثات للمراقبين والمتابعين الدوليين، مثل بعثة السفارة الأمريكية وبعثة المعهد البريطاني الديمقراطي وبعثة جامعة الدول العربية وغيرها من المتابعين المحليين أيضا على مدار اليوم في مختلف اللجان، بدء عملية في بدء اليوم الانتخابي وأثناء اليوم الانتخابي في وسطه. وأيضا اسمح لي يعني أحمد، بعض فعاليات الهواء بتضطرنا أحيانا لمقاطعة الزملاء. أنا بعتذر لك وبشكرك أحمد عبد الرازق، كنت معانا مباشرة من مرسى مطروح، ونتوجه مشاهدينا لمتابعة كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان. تابعنا معاكم مشاهدينا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونعود معكم في تغطيتنا المستمرة على شاشة النهار اليوم لفعاليات اليوم الثاني للإعادة، جولة الإعادة في انتخابات نواب 2015. وأجدد الترحيب بضيفتي الكريمة الأستاذة شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام للاتحاد الفلاحين. يمكن الكلمة خدت من وقتنا مع حضرتك، لكن يعني التغطية الإخبارية بها الكثير من الفعاليات. أهلا بك. قبل يعني ما ننتقل لمتابعة الكلمة، يمكن كان لنا حديث أو إشارة في حديث حضرتك عن العمال والفلاحين. أنا قال لحضرتك مشهد كنت بشوفه وأنا صغيرة، ويمكن كنت بسمع عنه، إن كان في ساعة البرلمانات الشركات الحكومية بيبقى فيه أوتوبيسات موجهة بالعمال عشان يروحوا يدلوا بأصواتهم. أنا ما بقتش بسمع عن المشهد ده، يمكن ممكن ساعتها أكون معرفش إيه اللي بيحركهم، لكن إن دلوقتي ممكن يكون مشاركة قليلة حتى من جانب الفلاح أو العامل، ده نوع من الاعتراض على تخفيض نسبته في البرلمان مثلا ولا إيه؟ اللي انا عايز، لا طبعا لا ما اعتقدش، بالعكس الفلاحين في الفترات اللي فاتت في 30 يونيو وفي الثوره برضو كانوا موجودين يعني بالذات في 30 يونيو كانت يعني كان شيء غير مسبوق. الفلاحين في فرق بين ان انت تحشدي الفلاحين في اوتوبيسات وتجيبيهم او العمال وانه يخرج بارادته الحره. فهي النقطة اللي انت بتقوليها خاصة بتمثيل العمال والفلاحين بالنسبة للـ50%، هل هم غاضبين؟ التمثيل ده في كل القوانين التي صدرت ضد مصلحة العمال والفلاحين صدرت من القوانين من البرلمانات اللي كان فيها 50% عمال وفلاحين. ليه؟ لأنهم لم يمثل، سرق هذا الحق منهم وتحط في ايدين يا اما دكاتره يا مهندسين يا ضباط يا اي حد. يعني اللي مثل العمال والفلاحين لما كان ليهم النسبه دي ما كانش من العمال والفلاحين. يعني في المرحله النصريه كان في عمال وفلاحين حقيقيين بغض النظر عن يعني نوعيتهم، لكن كان في عمال وفلاحين في البرلمان فيما قبل سنه 70. لكن فيما بعد مرحله السادات وحسني مبارك النسبة دي سرقت كاملة، وكل القوانين التي صدرت ضد الفلاحين صدرت في هذه. فهي مش كده بالضبط، لكن الفلاحين برضو بيخوضوا تجربة جديدة. يعني الحشد اللي كان بيتعمل مصنوع، الحشد الحشود المصنوعة ما بقتش موجودة. الحشود اللي مدفوعة ده مشهد صحي. ده مشهد صحي جدا. والحشود اللي مدفوعة الأجر برضو ما بقتش زي زمان،
يعني كان في حاجة اسمها الراجل اللي هو مندوب يعمل مسؤول الدعاية الانتخابية لفلان والعلان هو اللي يتولى الرشاوي والتوزيع الفلوس والآخر. فده مش يعني انتفى في المرحلة دي. فالفلاحين أعتقد طبعا عندهم إحساس يعني عايشين مشاكل كتيرة جدا جدا اليومين دول، المية ومستلزمات الإنتاج ارتفعت والتعاونيات الجمعيات التعاونية ما فيش، البنك يعني والديون وهو الآخر. لكن هم بيحسوا بهموم بلدهم ووطنهم قوي، وعشان كده سوري اتفضلي فهمي. وعشان كده هم يعني يمكن متحملين المرحلة حلما وأملا في اللي جاي. طيب يمكن اسمحي لي ننتقل لفئة أخرى من اللي هيتم تمثيلها أيضا، يعني بنسبة أو بعدد 56 مقعد للمرأة. حضرتك بتري أن هذه العدد المقاعد ده أنصف المرأة؟ لا بصي، هو أو هيمكنها من الحصول على حقوقها اللي هي عايزاها؟ هو جزء من حلم المرأة، يعني جزء من الحلم، الحلمين أكبر من كده. هو بس ده ميزته بقى المرة دي ان النوعية هتكون جيدة، يعني الممثلات من النساء في البرلمان هيكونوا عناصر يعني تتمتع بكفاءة. ايه اللي بيخلي حضرتك تقولي كده؟ هقولك ليه، لانهم خاضوا معارك، لان المرأة كانت موجودة في من 25 لحد دلوقتي، فهي النساء اللي كانوا فاعلات في الحياة السياسية في المرحلة دي هنا داخلين المعركة بجدارة مش يعني تسديد خانة. لأن في الماضي كان يقول لك يسد، يعني يمكن كنت هشير مع حضرتك للنقطة دي. يمكن دايما تمثيل المرأة داخل البرلمان ما أنصفهاش إلى حد ما في السنوات القليلة الماضية، لكن أعتقد على تاريخ البرلمان كان هناك يعني نضالات في المرأة، كان في نساء ممتازات يعني راوية، معلش أنا بنسى، والدكتورة أمينة شكري، وكان في كثيرات كانوا في مراحل، بس أفراد يعني ما يتجاوزوش 10 في مراحل المرحلة الناصرية يعني. اللي بعد كده كانوا بيجوا تبع الحزب الحاكم وبيجوا هم كم مش كيف يعني بعضهم كان فيه طبعا تواجد شكلي بس يعني سد خانة، انتوا عاوزين نساء خدوا نسائهم، بس هم دول يعني هل ممثلات حقيقيات عن النساء المصريات ولا لا؟ مش ما كانوش بيبقوا فاعلات بقدر، هم كانوا بيبقوا زي صوره محطوطه زي الورده اللي محطوطه عند اللي جاي بقى مش هيكون كده. لا انا تقديري مش هيكون كده. مش هيكون. انا بعتقد ان المعركه هتبقى محتدمه، او يعني ايه البرلمان اللي جاي. يعني انا كمان عايزه ارد على نقطه، تصور ان القياده، لا المجموعات اللي داخله متاسفه، القوى السياسيه داخل البرلمان، استني التحالفات التحالفات الانتخابيه في حب مصر، و الدكتور اسمها الاستاذه تهاني، وبقيه التحالفات دي تحالفات انتخابيه. دي مش كتله، مش صوت واحد، وجوه البرلمان مش هتبقى صوت واحد، يعني مش حزب بينتمي لفكره واحده، مش حزب داخل لا دي هنا الشعب هيقف يشهد وينكشف القناع عن اللي متبنيين حقوقه ومدافعين عنها داخل البرلمان واللي هيبقوا ضده. فده هيتيح لجماهير الشعب انها في اللي جاي تختار صح، يعني اللي هيمثل. احنا بدأنا وبناخد الخطوه، ولو استمرنا فيها هيبقى اللي جاي بالظبط، اللي يعني جاي واللي بعد كثير. اللي جاي هيبقى احسن وهكذا وهكذا. طيب حضرتك في يعني في ذكر حضرتك للاختلاف ده داخل التحالف، يمكن القائمة. أنا معلش والقوائم، يمكن البعض بيقول ان ده هينتج لي برلمان مشرذم.